محمد علام ابو حسين علام اللي بيشتغل في الميديا، جده مش ابوه. ولو انت مهتمه فعلا بالموضوع ده انا ممكن اجيب لك جرايد ومجلات قد كده، اصل عادل جوزي غاوي الموضوع ده من زمان، فاعتبريها هديه مني ليكي. يا ريت، احب ابص عليه. كده يبقى انا خلاص اخدت منك ميعاد، يبقى كده في زياره تانية بينا وبين بعض. هجيب لك الحاجات دي هديه مني ليكي، تقعدي بتشوفي الحاجات دي. متشكره واعتبري ده وعد. قولي لي يا امينه، ايه اخبار سلمى؟ كويس عند جدتها. امينه انا عارفه ان احنا ما نعرفش بعض قوي، ان حتى اقترح عليكي حاجه زي دي، بس انا شايفه ان انت ممكن تقربي لسلمى اكتر الفتره اللي جايه. ليه بتقولي كده؟ ساعات في مواقف بتحصل في حياتنا جايز يكون موقف صعب، بس بعد كده يمكن بنكتشف ان الموقف ده شايل لنا حاجه احسن. مش عارفه ليه عندي احساس ان في رابط بينك وبين سلمى انت مش واخده بالك منه. وبقاء لله مره ثانيه. شكرا، مع السلامه. معلش يا ستي، نبقى نتغدى معاها يوم تاني. طيب معلش، وبعدين انت عارفه هي ست تعبانه والظروف وكده. طيب نقفل، هبقى اكلمك بعدين. اوكي طيب معلش، ماشي، باي باي. والدتك لسه تعبانه؟ لسه تعبانه، مش عايزه تنسى بس يعني، وبعدين مش عايزه تقعد مع حد، وكل ما اتكلم معاها تقول لي انت ما عندكش احساس. انا بس اللي مضايقني ان المشكله النفسيه دي لو طولت اكتر من كده العلاج هيطول. وهي رافضه طبعا موضوع المستشفى ده خالص. عايز تقعد مع سلمى. انا صحيح خلصت التحقيق بتاع النيابه. وبعدين؟ احمد بقى الله يرحمه لبس كل حاجه. انا لبست اخويا ياسين. انا اسف يا فريد، اسف. فريد دي عينه الدم بتاعت رضا. حسب تقديرك كده احنا قدامنا قد ايه عشان نوصل للعلاج؟ مش متاكد بس لازم نشتغل بسرعه. الناس فعلا في المستشفى حالتها بقت سيئه جدا. طيب انا متاكد انك انت هتعرف تتصرف. انا عندي مواعيد بره، اشوفك بعدين. طب ياسين انا بس عايز اغير مكان الشغل، يعني عايز ارجع لمستشفى تاني. ليه يا فريد؟ على حد علمي ان المعامل هنا احسن. عايز بس ابقى في وسط الناس وزمايلي اللي متعود اشتغل معاهم، يعني في مكتبي هيبقى احسن. ماشي ماشي، انا هنقل كل حاجتك هناك. حاجه تانية؟ مية مية. سلام سلام.
جولييت. انا لما فتحت المكان ده يا حسين بيه كان كل اللي في دماغي ازاي احافظ على سمعته وسمعه الناس اللي بتسهر هنا وسمعتي انا. المسخره وقله الادب اللي انتوا عاملينها دي ما تنفعنيش، وبعتبرها اهانه للمكان وليا انا شخصيا. عاوز تقعد تقعد باحترامك. الفي اللي انت بتعمله ده اسمه قله ادب يا حسين يا علام. لاخر مره، يا تقعد باحترامك يا تتفضل من غير ما ترد. ماشي ألفي، أنا همشي ألفي، بس والله أنت هتندم. تمام تمام تمام، سيبهم سيبهم سيبهم. تعدل بقى. انت متعصبي كده يا عم زباله، كانت لازم تتربى. انت كنت بتحكي لي حاجه مش عارفه يا الفي. فريد بقى غريب قوي، بيسيبني كده بالايام ولا يسال عليا زي اللي ما صدق. كان بيحلم بواحده وجاته خلاص. فريد يا شيخ حرام عليكي، فريد ده اطيب واحد في الدنيا. اسمع، فريد ده راجل، انت بس اللي مش عارفه انت عايزه ايه. تفتكر وانا هتوقع عنك؟ مشكلتك يا اسماء انك دايما عايزه كل حاجه ودلوقتي حالا، واحيانا بحس انك مش عارفه انت عايزه ايه. انا تعبت قوي يا الف، خدت كورسات تمثيل وعملت قد كده اعلانات، نفسي بقى الاقي حد يساعدني. وياسين مش راضي يقف جنبي بجد، ما بقتش عارفه اعمل ايه. هتعرفي صدقيني، هتعرفي. كلنا بنبتدي كده، نبقى تايهين مش عارفين عايزين ايه، بس هيجيلك يوم تعرفي. انت بقى فين زهقت؟ كاسك على اذنك شويه. Thank you.